نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة 20 من سلسلة محاضرات Android Applications Development Quick Start. أهلا وسهلا في الناس اللي كانوا معي من بداية الدورة، وبالناس اللي التحقوا معنا بأثناء الدورة، وأهلا وسهلا بالناس اللي عم يلتحقوا فيها. إيش مس نجيت؟ أوكي، هلا بهاي المحاضرة تقدر تكتبي. أعتقد إنه الدعم الفني رفعوا لكم الأبليكيشنز اللي إحنا عملناهم بآخر كم محاضرة وما كنا رافعينهم، بعتقد إنهم رفعوهم. فما أعرف إذا موجودة معنا نجيت، سوري نجلة، ممكن تعطينا معلومات عن الموضوع إنه رفعهم أو لا. إذا حدا فيكم راح على المنتدى بإمكانه إنه مرفوعات أو لا. هلا بهاي المحاضرة راح نحكي عن الـ Image Switcher، استخدام الـ Gallery، راح نحكي عن الـ Grid View، راح نحكي عن الـ Notification، راح نحكي عن الاكشن بار، راح نحكي عن اللاندسكيب والبورتريت، كيف بدنا نعمل ابلكيشن يعمل لاندسكيب وبورتريت، راح نعمل يوزر انترفيس بروجراماتيكلي. ان شاء الله راح يكون معنا وقت لنعمل اوتو كومبليت تكست فيو، راح نتعرف على شيء اسمه بريفرنسز، وراح نخزن داتا على فايل ان شاء الله. هاي المحاضرة راح نعطي هذا الكم من المعلومات، فكونوا معي متابعين بشكل جدي، ونستنى منكم اسئلتكم على المحاضرة اللي عدت، لانه اعتقد طلبت منكم تعملوا اشياء انا ما عملتها. فبفترض انه عندكم اسئله على الاشياء اللي عملتوها وما زبطت معكم، او عملتوها وزبطت معكم ما فهمتوا ليش. حدا عنده سؤال يا جماعه؟ راح نحكي عن الماب ان شاء الله بالمحاضره القادمه. اذا تسنى لنا وقت في هاي المحاضره راح نحكي عنها، او خليها على المحاضره القادمه. حدا عنده سؤال يا جماعه عن المحاضره اللي عدت، أو عن المحاضرات اللي عدوا؟ ها يا جماعة الكل طبق ليش اللي طلبته منكم؟ أوكي يا جماعة، إذا ما عندكم أسئلة خلينا نبلش. أوكي، هلا الـ Image Switcher هي فيو زيها زي باقي الـ Views. هاي الـ Image Switcher باستخدامها نتنقل بين الايمجز، وبنتعامل مع طريقة دخول الايمج وخروجها بتكون بشكل لسه ما بلشت اني اشير. طريقة دخولها وخروجها بيكون بشكل حلو، فانه كيف انه فيد ان فيد اوت، او انه انتر فروم ليفت سايد اند اوت فروم رايت سايد، أو لاكس. هلا راح نشوف مثال كيف معمول هذا المثال، نشوف مثال كريزلت، وبعدها نروح نشوف كيف معمول هذا المثال بالكود. أوكي جماعة، هلا
الشيء شغال. اوكي نشوف بس ايش اسم الابليكيشن. اوكي خلينا نروح نشوف هون. image switcher iron. انا جماعة سوري، هاي المحاضرة والمحاضرة القادمة ما راح اكتب كود، راح اشرح الكود الموجود لانه بدي اشرح اشياء كثيرة، واذا بدي اكتب راح تاخذ معنا وقت وما راح نقطع الاشياء المطلوبة. ملاحظين يا جماعة هلا عنا هون جاليري، نفس الجاليري اللي عملناه بالمحاضرة اللي عدت، بس لاحظوا هون لما نضغط كليك على أي واحدة من الصور. ملاحظين ايش عم بصير؟ لاحظته؟ جماعة حد يحكي، لاحظته ولا ما لاحظته؟ وإذا لاحظته إيش لاحظته؟ علشان نتأكد إنه الشير شغال وإنه وصلت كل صوت مع صورة ولا لا. بتكبر الصورة وشو كمان؟ إيش لاحظته طيب؟ ايوه انه بين، وكأنه واحدة بتيجي محل واحدة، واحدة تدفع واحدة. اوكي نشوف كيف الكود مكتوب. نفس الليش اللي عملناه، انتجر كان محاضر العدات، انتجر array فيها ال IDs بتاعت الصور اللي بدنا نعرضهم على الجاليري. معرفين اوبجكت من نوع سوري معرفين فاريبل هون من نوع image switcher. هلا هون عرفنا الاوبجكت، نروح بس على XML كيف مكتوب. ثواني قبل ما يعمل لود. هون يا جماعة التكست، هون راح يكون هون تكست فيو، عنا الجاليري وعنا إذا ملاحظين الجاليري الـ ID بتاعها جاليري 1، الـ width في الـ parent، الـ height wrap content. تحت الجاليري في عنا image switcher. هاي الـ image switcher الـ ID تاعها switcher 1، width في الـ parent أو والـ height في الـ parent، وعندنا align parent right align parent left لأنه سوري هدول ما لهم معنى هون، لأ هون هدول نقدر نشيلهم لأنه هدول لهم علاقة بالـ relative layout. هلا عنا الـ image switcher، علشان الـ switcher يشتغل لازم يكون في اشي اسمه factory او view switch view factory.
هلا هاي الفيو فاكتوري هي مسؤولة عن السويتشر، انه تعمل سويتشنج بين الايمجز اللي بدهم يظهروا. نشوف، هي انترفيس ملاحظين هون عاملين implementation implements ال view factory. بداخلها في ميثود اسمه make view، بده يرجع لنا view او object من نوع view. هلا احنا هون عاملين image view programmatically، image view تساوي image view سوري image view تساوي new image view، واللي هي الكونتكست. عاملين set background تاعتها، هاي الديفولت باك جراوند. set scale type، هلا علشان لما متذكرين لما كنا نحط صورة داخل ال image view كنا نستخدم scale type، انه اما fit xy crop center wrap xy سوري array سوري matrix. وهنا مجر، هلا هون احنا عملنا set للscale type بحيث انه يكون fit center y سوري fit center. عنا ال layout params واللي هي ال layout parameters ال width وال height. هلا عنا هون ال image switcher dot layout params layout params dot fill parent، هون بتكون ال width، والتاني ال fill parent بتكون ال height. برجع بعد ما يكمل هذا الاوبجكت، برجع هذا الاوبجكت للفاكتور فاكتوري. وبهيك بتكون اشتغلت ال بهيك بتكون اشتغلت السويتشنج. هلا علشان كيف الانيميشن يظهر، عنا اذا متذكرين المحاضرة اللي عدت عملنا انيميشن، عملنا انيميشن فيد ان وفيد اوت. هلا هون set in animation لما بده يدخل بشغل هذا الفايل، لما بده يطلع set out animation بشغل هذا الفايل. هلا هذا الفايل set in animation، فعنا متذكرين المحاضرة اللي عدت أو اللي قبلها حكينا على animation util dot load animation ال context وإيش وال animation file، بيكون عادة موجود في الدايركتوري اللي اسمها anim. عنا ال أكثر من animation موجود في الأندرويد by default. ملاحظين هون في مجموعة من الانيميشن. لو انا استخدمت فيت ان وحذفت هاي، والانيميشن اوت استخدمت فيت اوت، فراح تشوفوا اتغيرت الحركة من سويتشنج او واحد بتدفع الثاني ل الفيد ان فيد اوت. شايفين كيف؟ في كمان انيميشن، شوف ايش في انيميشن ممكن تكون. بعرفش اذا ممكن هون تزبط هاي او لا، لانه بيكونوا معادلين عادين هن لكل وحدة ل لاشي معين، وعلى امل انها تزبط. هون ايش بيحكي؟ اوكي، هلا هون الانيميشن هاي ما تعرف عليها.
سو بي اوير انه ايش الانيميشن بدك تستخدمه. خلينا نرجع اللي كان قبل سلايد ان سلايد اوت. عندنا الجاليري فايند فيو باي اي دي، وجدنا الجاليري اللي بدنا اياه. عندنا جاليري دوت سيت ادابتر، نفس الاشي اللي عملناه من قبل، او هي نفسها بتاعت امبارح. نيو ايمج ادابتر واللي هي الكلاس اللي احنا عملناها هون، ايمج ادابتر اذا متذكرين الايمج ادابتر اللي عملناها امبارح، سوري اول امبارح. هاي الجيت فيو واللي هي بدها ترجع لنا ايمج فيو للجاليري. حدا عنده سؤال يا جماعة؟ ها جماعة حدا عنده سؤال؟ طيب معكم 5 دقائق تعملوا نفس المثال أو 10 دقائق تعملوا المثال التالي. هاي دعمل ستوب شيرينج، مع انه ما حدا عنده سؤال، افترض فيكم فاهمين الاشي اللي بنعمله وقادرين لا تعملوه. انا بدي صفحة واحدة يكون فيها جاليري، مكون من 10 صور. لما أضغط على واحدة فيهم ظهر لي صورة في السنتر، هاي الفور. خلينا نلون كل واحدة ايش اللون تاعها. صار هذا اللون، سوري يلا يا جماعة من هلأ معكم 10 دقائق. تمام فني، بإمكاننا نعمل فيل لهدول المربعات أو المستطيلات بدون ما أعيد رسمه. أمين موجود، أمين نقدر نعمل فعل لهذا. شكلك ما بتعرف. اوكي ارسمهم بعيد عليهم بالوان.
على فرض انه الازرق سيليكتد، يلا يا جماعة أشتغل معكم. سامعين يا جماعة؟ جماعة سامعين؟ مين اللي عمل هذا الاكزامبل؟ حدا عمل الاكزامبل؟ طب حدا ما عملوش؟ الاعتراف الصراحة كتير حلو. أمال مش عمليته، مين معها ما عملش؟ طيب مين عمل؟ طب مين فكر؟ طب احنا يا جماعة بنشرح على الفاضي يعني. اوكي يا جماعة بينا الله، ظلت كمان محاضرة. نكمل نعمل شير سكرين. بالنسبة أنت أحمد معذور مش مشكلة، بس في عندك ناس بلشت معي من بداية المحاضرة ما عم بيردوا، لا إنه عمل لهم الإكزامبل ولا ما عملوش، لا هو رادد إنه عمله ولا هو رادد ما عملوش. أوكي جماعة هلا ننتقل لموضوع تاني نعمل رن بالأول ونرجيكم إيش النتائج بعديها. نشرح إن شاء الله. لاحظين يا جماعة على لما بتروح تبحث في جوجل، أو رحنا بحثنا في جوجل، نشوف الإيميجز، نبحث جريد فيو. جريد فيو
لاحظين يا جماعة كيف اجت الايمجز مبعثرين. كصور. هلا احنا بنقدر نعمل في الاندرويد بنفس هذا النظام انه نعمل صور مبعثرة، مش انه مبعثرة يعني مبعثرة فيش الهن ترتيب، لا مبلى بترتيبات معينة، ولكن الصورة حجمها صغير كبير، الويد بتاعها عريضة مرفيعة، عدد الصور في نفس الرو كم وحدة، اذا ملاحظين هون واحدة اثنتين ثلاث اربعة خمسة، ان هون 1 2 3 4 5 سيم سيم، بس في مناطق بيكون فيها 1 2 3 4، هلا هون اربعة، هون مثلا اثنتين اربعة خمسة، يعني هون خمسة، ف بتلعب دور الويد تاع الصورة نفسها. ففي الجريد فيو عندنا بنقدر نلعب نعمل هذا الاشي هون ونتحكم فيه ونعمل له اكشن ليسنر. فهذا الاشي اللي ظاهر قدامكم هو جاليري، بس جاليري مش سكرولابل، فيرتيكال هوريزونتال، جاليري سكرولابل فيرتيكال، واكثر من صورة في نفس الرو. نشوف كيف عاملين هذا المثال، بنروح على RelaxML، ملاحظين عندنا هون Linear Layout وال Orientation Vertical، عندنا Grid View، شوفوا ايش فيها Properties. من ضمن خصائصها الـ ID same same، نفس هاي الأشياء اللي بتظهر لـ كل الـ views موجودة عندنا. عندنا الـ width والـ height num of columns. هلا عدد الـ columns مستخدمين هون autofill، فبنقدر نحدد عدد الكولومز قديش، مثلا احنا بدنا اياها تكون مرتبة، بنستخدم عدد معين من الكولومز. اذا بدنا اياها حسب الويد تاع الايتم او هي الصورة نستخدم الاوتوفيل. هلا عندنا الـ Vertical Spacing واللي هي المسافة بين الـ Items، Horizontal Spacing الـ Vertical والـ Horizontal المسافة بين الـ Items، واحد فيهن Vertical والتاني Horizontal، Column Width بإمكانك ما تستخدم هذا. لو عملنا هيك نشوف ايش راح يطلع معنا. ملاحظين تغيرين. فطلعن اوتو. انت بتجبر الجريد فيو تعامل مع الود اللي انت حاطه. الستريتش كولومز هاي اخذناها بالتيبل لاي اوت، انه سوري الستريتش مود بالتيبل لاي اوت كان ستريتش كولومز، هلا انه ستريتش اللي هن يكون عدد الود قديش يكون او الهايت قديش يكون، هل يكون المتساويات كليتهم ولا اول رو
سوري اول كولم ولا اول رو. فعندنا هون مستخدمين الكولم ويد، واللي هو بدنا نعمل الود كليتين نفس يكون نفس الواحد. فاذا ما بدنا اياه يكون كليتين نفس الود، كل واحد تكون لحالها، بنشيل هذا الستريتش مود، نعمل ران. هلا هون بما ان الصور نفسهن قد بعض فما راح يبين، لو كان الصور مش قد بعض ببين عنا تأثير بشكل مباشر. عنا اما spacing width او column width spacing width uniform او none. The gravity وين بده يكون الايتمز بداخل الجريد، الجريد ايتم، الكونتنت اللي بداخل الجريد ايتم. لو كانت ليفت فراح تتغير عندنا ملاحظين هاي اجت على الليفت، بس بتبين باول واحدة لانه التانية بيكون بينها وبين اللي جنبها جاب، فبتبين انه اول واحدة جاي ليفت. فاستنى السنتر بتضلها زي ما هي. هلا ككود كيف معمولي، نفس الجريد فيو، نفس الجاليري، عاملين هون integer array of IDs of drawable IDs، عاملين grid view ومستخدمين الادابتر. متذكرين عملنا في الجاليري ادابتر وعملنا في الليست فيو ادابتر. فهون مستخدمين عاملين ايمج ادابتر، نفس الايمج ادابتر اللي كنا عاملينه من قبل. لاحظين هون ايمج ادابتر اكستندز بيز ادابتر، بياخد كونتكست وبنروح على الجيت فيو علشان يرجع لنا الفيو اللي بدنا اياها. هلا هاي الكونفيرت فيو، اف كونفيرت فيو هل تساوي نل؟ اعتقد شرحت لكم اياها المحاضره اللي عدت او اللي قبلها، علشان انه ما يرجع عيد في كل مرة بيدخل فيها لا لاي بوزيشن، بصل لاي بوزيشن بدل ما يروح يعمل ينشئ الاشي من جديد، فبيروح بياخذ الاشي الموجود من قبل واللي هي convert view. نفس الاشياء اللي كانت قبل عندنا هون الجريد لاي اوت بارامس 85 85، والسكيل تايب لو استخدمنا السكيل تايب، السكيل تايب بدل ما هي كروب نعمل فيت اكس واي. هلا راح تشوفوا عنا يظهروا بطريقة أخرى. سوري هون ما ظهروا. عندنا ال width وال height خليها 80 أو سوري 90. نشوف قديش عاملين هون columns width 70، البادنج سوري هون اللي بيلعب فيها البادنج.
تمانين خمسة، البادنج زيرو زيرو زيرو. هلا رايت وليفت اذا ملاحظين تضل فيها مسافة لأنه أصلا الويدث معمول كبير. عندنا الهايت اجت فت فراحت البادي. عندنا نفس الاشي انه ست اون ايتم كليك لسنر، نفس الجاليري ولكن تختلف عن الليست. الليست فيها اون ايتم سيلكتد لسنر، لا هون اون ايتم كليك لسنر، والجاليري اون ايتم كليك لسنر. اني كويستشن رايت ناو؟ حدا عنده سؤال يا جماعه؟ اوكي هلا بريك صلاه لمده 8 دقائق. حلو نرجع وبنكمل. تقبل الله وسلم. استراحة كانت لمدة 8 دقائق مش 10 دقائق مس رشا. أهلا وسهلا بكم جماعة من جديد. تقبل الله. حكينا عن الامج سويتشر، حكينا عن الجاليري، حكينا عن الجريد فيو. هلا نحكي عن الاكشن بار. تسمعوا بالاكشن بار؟ اكشن بار، حدا فيكم سمع عن الاكشن بار؟ اوكي جماعة نشوف ايش الاكشن بار. نعمل شير سكرين، بعديها نشوف المثال، شوف ايش موجود هون الاكشن بار ولا لا. مش موجود. اوكي نعمل امبورت. تعرفوا كيف تعملوا امبورت هون الابليكيشن موجود من برا existing. كمان مرة خلينا اورجيكم كيف نعمل امبورت. على فايل امبورت بدكم هون تتأكدوا انه فاتحين الفولدر اللي اسمه جنرال، بداخله existing project into workspace next. هون بدك تحدد الفولدر اللي فيه الابليكيشن. هون عندنا الاكشن بار. اوكي اذا هذا الفولدر مش موجود داخل الورك سبيس بدك تعمل تشيك على كوبي بروجكت انتو ورك سبيس فينيش. هلا هون انه في ايرور في الابلكيشن. إذا في error في الابليكيشن أول إشي بنعمله right click على Android tools fix project properties. طب إيش الحمد لله. نعمل run ونشوف ايش الاكشن بار. ملاحظين يا جماعة هون اجى عند عند التايتل. نرجع بس للي قبلها. ان هون التايتل فيش على جنبه ولا اي ايكوني، بس بهاي شفنا التايتل هون وكمان ايكوني. وعندنا هون حتى الاسم تاع ال او سوري البرنامج في جنبها سمول ارو سهم صغير على اليسار. كمان هاي كليكابل، عندنا هاي كليكابل وعندنا هاي كليكابل. ممكن تحكي انه ايش هذا انه باتونز في العنوان
نعم، هم شيء بيشبهوا الباتونز، ولكن هم مش باتونز، بسموه هذا الاسم، اسم الاكتيفيتي. مع الايكونز هذول بسموهم اكشن بار. هلا هذا الاكشن بار بلشوا يستخدموه من اندرويد 3.0. سوري جماعة، بس ارد على التليفون. الو، اوكي جماعة، كيف معمول هذا الاشي؟ نروح على XML. في الـ XML ملاحظين ولا عاملين ولا اي اشي، بس text view ظاهرة فيها الهيلو. and no more. عندنا بالكود ايش عاملين؟ ملاحظين هون action bar object action bar get action bar. هلا get action bar هذا ميثود موجود في الاكتيفيتي، بيرجع لنا object من نوع action bar. هلا action bar dot set display home up enabled، علشان يورجينا انه هاي الهوم بتون كليكابل وبتقدر تضغط عليه ويعمل اكشن. هلا لو عملناها فولس وعملنا رن، السهم راح. لاحظين بس انه هون شال عنا السهم. فهلا السهم بيعني انه هذا اللي لما تضغط عليه، سوري، لما تضغط على هذا، على هاي الايقونه، بوديك على الهوم فورم او الهوم بيج. نشوف ايش هذا الميثود، نعمل run. بس لاحظوا معي ايش راح يكون في شيء جديد. هو نفسه ما تغير ولا اشي. هلا انا بقدر اعمل hide هذا الاكشن بار، ملاحظين راح العنوان تاع الاكتيفيتي. احنا حاليا بلزمنا ما بدنا نعمل له هايد. بالمحاضرة اللي عدت حكينا عن how to create change menu، واللي هي المنيو لما تضغط على هاي المنيو يظهر لك هون القيم. لاحظوا معنا on item sorry on create options menu ايش بده يعمل؟ بده يعمل create للاوبشن منيو، create للمنيو. هلا هون هذا الميثود بيعمل create للمنيو، menu item menu on menu اللي هي هاي dot add، بده يضيف لها item جديد item 0 sorry item 1. هلا هون بده يعدل هاي، بده يضيف بروبرتيز لهذا المنيو item dot set icon، ضاف له icon. هلا هاي الايكون ما بتظهر الا اذا كانت هاي المنيو item action داخل الاكشن بار او
اذا كان الاندرويد فيرجن اللي بيشتغل عليها الابليكيشن اقل من الاندرويد 3.0. من 3.0 الايكونز ما بيظهروا في المنيو. So عندنا هون menu 1.setShowAsAction علشان يظهر في المنطقة الاكشن بار، واللي هي خلينا بس نعمل run كمان مرة الابليكيشن عشان نبين ونحكي ونأشر عليه وين. عشان يظهر في هاي المنطقة لازم اضيف له setShowAsAction. menu item dot show as action if room menu item show as action with text. هلا ايش بيعمل؟ انه اذا في مجال اذا في مجال ليضيف هون في هذا البار، هلا شو بيعمل؟ بيعمل مساحة للايكون تاعت الاكتيفيتي ومساحة للنيم، وما تبقى منها بضيف فيهن باتونز او خلينا نحكي انه ايتمز للاكشن بار. هلا اف روم هاي اذا في مساحة تنضاف، اذا فيش مساحة ما بتنضاف الاكشن بار. عنا show with text، لو كان عنا one item نشيل هذا نعمل له commit. ملاحظين الثاني نفسه drawable set show as action show as action if room show as action with text. هلا يفترض انه يظهر كلمة item 2. اوكي معناته هذا item 2. اها اوكي معناته نشيل item 1 ضاف item 1 item 2 نشيلهم الاثنين علشان يبين عندنا item 3 بالتكست، لانه if room كمان item 2 سوري item 3 بده يظهر. طب ما انه صار في مجال، لاحظين يا جماعة ان هون التكست بينت. فايتم 4 فيش في قيمة اجت هون، لو انه في ايكون كان هاي ما اجت الايكون تاعتها. لو انا شلت الايتم 4 خليت بس item 3، شيل item 4 والitem 5 عملت run. ظهر عنا الitem 1 item. هلا عنا هون ايش البارامترز اللي بياخدهم؟ add الجروب اي دي، واللي هي اذا تتذكروا حكينا امبارح عن الجروبس. ايش عندنا كمان؟ عندنا كمان الـ ID تاع هذا الـ item، عندنا الـ order
وعندنا الشار سيكونس واللي هو التايتل. هلا جماعه، هلا عندنا on options item selected بنادي هذا الميثود واللي هو مسؤول عن يعمل catch للايفنتس اللي بتيجي من الاكشن الايتمز او الاكشن بار ايتمز. حد عنده سؤال يا جماعة؟ اكشن بار كيف نستخدمه؟ كيف نناديه؟ كيف نضيف له قيم؟ كده اوكي. شوف ايش عنا اللي بعده، نضيف notification bar. نضيف notification لل notification bar. save changes yes and this my notification bar activity أو notification activity. نشوف هاي إيش بداخلها. ثواني يا جماعة، اوكي جماعه. هلا بتعرفوا وين الاكشن بار؟ مش هاي، سوري، ماي اكشن بار اكتيفيتي، سوري، بدي النوتيفيكيشن اكتيفيتي. بتعرفوا وين النوتيفيكيشن بار؟ كل معي، وين النوتيفيكيشن بار يا جماعه؟ طيب بإمكانك شروق تحكي لنا وصف عن المكان؟ نقدر نحكي إنه بجملة top side of the mobile screen، يعني الجهة العليا من شاشة الموبايل، واللي هي اللي بيكون عندها اللي بتكون فيها الستاتس بتاعت الباتري، وتكون فيها الموبايل اوبريتر
بتكون فيها لما تجيك مسج بتشوف من هناك المكان. هلا هون انا اليمينيتر، بتكون هاي المنطقة شايفين فيها الساعة، البطري، الروم، بيكون هون مثلا إذا عندك داونلود أو عندك أبديت بتكون هون بهاي المكان، بهذا المكان. لو أنا بدي أضغط display notification بضغط على هاي، ملاحظين reminder meeting، وظلت عندنا هاي الأيكون. لو ضغطت كمان مرة ما راح تظهر لأنه already موجود notification من الأبليكيشن تاعي. لو أنا فتحت هاي النوتيفيكيشن حذفتها كمان مرة، reminder meeting starts in 5 minutes، وبعديها ظل محتفظ بالآيكون تاعتي. شايفين يا جماعة هاي المنطقة؟ الكل شايف؟ علشان انا اشوف ايش ظهر عندي هون بضغط كليك على هذا المكان واسحب لتحت. شايفين بسحب لتحت بشوف ايش ظهر عندي. لما اضغط هون سيستم الارم بضغط عليها بروح افتح لي ديتيلز اوف نوتيفيكيشن اكتيفيتي جديده. نشوف احنا كيف عاملين هذا، كيف عارضين النوتيفيكيشن، كيف متعاملين معها. Let's go there. ثواني يا جماعة بس. بعتذر منكم يا جماعة، طفى عندي الانترنت او طفت الكهرباء بالاحرى. انا قلت لحظة بس ده عشان اعمل ابعت مسج فقطعت النت في هاي اللحظة. سبحان الله اجت هاي مع هاي. اوكي هلا خلينا نشوف ايش موجود عندنا بالكود. نعمل شير سكرين. اوكي يا جماعة شوف عندنا هون النوتيفيكيشنز اكتيفيتي، والله فيها كلام كتير. طيب خلينا نشوف بالاول اللاي اوت مين دوت اكس ام ال. فيها one button اسمه display notification واللي هو هذا البتون، وعندنا لما يضغط on click بده ينادي الميثود اسمه on click. تمام هيك. نشوف عندنا في on create ولا اشي، مش عاملين ولا اشي، بس set content view وضايفين الفيو اللي بدنا اياه. هلا on click ناديين ميثود اسمه display notification. نشوف الميثود اللي اسمه display notification ايش بيعمل. intent i تساوي new intent this dot notification this notification view dot class. في عندنا class تاني اسمها notification view. اذا متذكرين كيف ننادي activity، من activity حكينا نستخدم ال intent. حلو i dot put extra. هلا بدنا نضيف قيم notification id، اعطينا id لل notification اللي بدها تظهر. ليش؟ علشان ال operating system عنده اكثر من notification وال application تاعنا ممكن يطلع اكثر من نوتيفيكيشن، فعلشان نقدر النوتيفيكيشن الابلكيشن تاعنا ديفرنشيت بتوين النوتيفيكيشنز لازم يكون في اي دي مختلف لكل نوتيفيكيشن علشان نقدر نتعامل معه. هلا بيندنج انتنت، اذا بتشوفه في الفيسبوك لما حدا موجود عندك بعت لك فريند ريكويست اكثر من حدا وانت ما عملت له فريند اكسبت، بس بتروح تظهرها وما بتعمل اكسبت، تجيك بتقدر تروح تشوف هدول الريكويست از ليست ورا بعض، فبتكون اسمها بيندينج فريندز ريكويست. هلا عندنا هون يعني انه هاي بتنتظر في موافقة او بتنتظر في
accept pending intent اللي هنا بتشتغل بتعمل بنفس العمل الفريند ريكوست بيندينج على الفيسبوك. هلا انا بيندينج انتنت، بيندينج انتنت تساوي بيندينج انتنت دوت جيت اكتيفيتي. ذس ايش الاكتيفيتي اللي بدها تطلق هذا هاي الانتنت. نشوف ايش القيمه بتاعت الزيرو هاي الريكوست كود هذا علشان احنا نقدر نتعامل معه كريكوست. والانتنت الفلاجز ممكن يكون عندنا اكثر من فلاج انه لا هاي لهذا الميثود او سوري لهاي البندنج اكتيفيتي البندنج انتنت. هلا احنا عملنا ايش؟ خلينا نحكي انه عملنا طلب صداقه ولسه ما بعث ما شافوا اليوزر. نوتيفيكيشن مانجر، نوتيفيكيشن مانجر هلا هاي النوتيفيكيشن مانجر هي سيرفيس موجوده في الاوبريتنج سيستم. علشان نرجع منها اوبجكت لازم نستخدم المثل اللي اسمه جيت سيستم سيرفيس ونعطيه الاي دي تاع هاي السيرفيس. فالسيرفيس هاي شغاله بس بدنا نرجع منها اوبجكت. رجعنا اوبجكت من النوتيفيكيشن مانجر. هلا بدنا نضيف له ايش؟ بدنا نعمل النوتيفيكيشن سوري. هاي بامكاننا نستخدمها تحت، نعملها تحت. هون انا ترتيبها مش هون. انا نوتيفيكيشن عملنا نوتيفيكيشن نوتيفيكيشن ساوي نيو نوتيفيكيشن. الايكون تاعت النوتيفيكيشن، التكست تاعت النوتيفيكيشن، قديش الوقت ظهورها. نشوف بس هذا الكونستراكتور ايش بداخله. إذا ملاحظين عنا هون الايكون the resource id of the icon to put in states bar. التيكر التكست تيكر سوري التيكر تكست التكست اللي بدها تظهر في النوتيفيكيشن. when time to show the time to show in the time field. بعد ما اضغط انه قديش بدها تظهر او وقت اللي بدها تظهر فيه. هلا عنا الفرام والمسج اللي بدها تظهر. notification dot set latest event info اخر event. this الكونتكست الفرام المسج واللي هو الابليكيشن تاعنا. مثلا نقدر نستخدم our application او notification application. المسج اللي بدها تظهر والبندنج انتنت الانتنت اللي بدها تشتغل او الاكتيفيتي اللي بدها تشتغل. لاحظين يا جماعه هاي البندنج انتنت اللي هي لما يضغط على ال هاي النوتيفيكيشن لوين بده يروح. هلا نوتيفاي دوت فايبريت هاي مجموعه من القيم يعمل فيهن فايبريشن. 100 ملي سكند ديلي فايبريت فور 250 ملي سكند بوز فور 1 ملي سكند 100 ملي سكند ذن فايبريت فور 500 ملي سكند. عندنا نوتيفيكيشن مانجر عملنا منها اوبجكت شرحناه قبل شوي. نوتيفيكيشن مانجر دوت نوتيفاي. هلا هاي النوتيفاي باخذ النوتيفيكيشن اي دي والنوتيفيكيشن. لما اليوزر بيضغط على النوتيفيكيشن كمان مره
بيروح بيفتح الانتنت اللي احنا عملناها بيندينج انتنت، واللي هي هاي الانتنت. واضح يا جماعة؟ واضحة؟ هذا عنده سؤال؟ بتخلي الباب مساع. الباب مساع. لا بالضبط. طب خلينا كأنه مخافة. طيب يا جماعة، هلا لما بده يضغط عليها بده ينادي الاكتيفيتي الثانية. الاكتيفيتي الثانية ايش فيها؟ نوتيفيكيشن فيو بداخلها سيت كونتنت فيو، واللي هي الثانية نوتيفيكيشن. هذا هاي الاكتيفيتي اللي راح تظهر عندنا. نوتيفيكيشن مانجر عملنا منها اوبجكت، عملنا كانسل للنوتيفيكيشن اللي ظهرت. نوتيفيكيشن مانجر دوت كانسل جيت انتنت دوت جيت اكستراز دوت جيت انتنت سوري دوت جيت انتجر نوتيفيكيشن اي دي. عملنا كانسل هاي النوتيفيكيشن. هيك بنكون خلصنا موضوع النوتيفيكيشن. هلا ضل عندنا كيف نعمل اللاندسكيب. اوكي شروع نوتيفيكيشن نوتيفاي دوت فايبريت. بدك تسأل شيء؟ اوكي. عندك هون أول قيمة، قديش بدك تعمل ديلي؟ القيمة الثانية لقديش بده يعمل فايبريت؟ القيمة الثالثة بده يعمل كمان بده يوقف، والقيمة الرابعة بده يعمل فايبريت من جديد. فهي array فيها sequentials، كل واحدة قيمة لإشي معين. اوكي الصوت بصراحة ما فكرتش فيها، بس ثواني نشوف جوجل. اوكي هلا بلاش نضيع عليها وقت. المحاضرة القادمة ان شاء الله ذكريني فيها وبحكي لك الشيء. اوكي لاني ما استخدمتها من قبل، هلا ما عندي فكرة عن الموضوع.
اوكي هلا بدنا نحكي عن البورتريت واللاندسكيب، كيف الابلكيشن بده يكون ان بوث البورتريت واللاندسكيب. شوف اذا كان موجود عندنا هون ابلكيشن من قبل. أو نشوف إذا موجود عندنا هون. Orientations. أوكي. نعمل import للابليكيشن اللي اسمه Orientations. فينش نفس الاشي اللي عملناه قبل. رايت كليك اندرويد تولز فيكس بروجكت بروبرتيز، نعمل ران لهذا الابليكيشن. لاحظين يا جماعة ايش مكتوب هون؟ سوري انه كيف موجودات هدول. هلا عندنا كنترول اف 11 تغير عندنا ايش الاورينتيشن تاع الايميوليتر. برد بكرر انه كنترول اف 11. هلا هون كتير طويله هاي المسافه صح، والتانية كمان كتير طويلة، فأنا بدي أستغل هاي المساحة بحيث إنه أضع هون البتون أو إنه أكت تو التكست فيوز أو الإيديت تكست جنب بعض وتحتيهم البتون. كيف بنعمل هذا الاشي؟ نعمله من خلال اللاي اوت، وفي عندنا اللاي اوت لاند. ملاحظين يا جماعة عندنا هون اللاي اوت، لو جينا عملنا فولدر جديد، بس خلينا بالاول ننسخ هذا الفولدر عشان بلا ما نخربط باسمه. نعمل نيو فولدر في الريسورسز، لاي اوت لاند. نسحب نعمل كوبي من هذا من هذا ال XML سوري. لاحظين يا جماعة لما أنا عملت لاي اوت لاند اجت هون في اللاندسكيب، هون نفسها اجت في البورتريت. لاحظين شو الفرق؟ الفولدر الاندرويد اوبريتنج سيستم على هذا الفيو او هذا اللاي اوت، فاذا كانت اللاي اوت ديفولت بتكون اللاي اوت بورتريت، اذا كانت اللاي اوت داش لاند بتعرف عليها لاندسكيب. هلا انا بدي اروح اشوف ايش موجوده هاي، كنترول شيفت اف، بده يكون لينير لاي اوت.
هون الويدث والهايت والاورينتيشن. الويدث في البيرنت، الهايت راب كونتنت، الاورينتيشن هوريزونتال هوريزونتال، بدي ادخل بداخله هدول التو تكست فيوز. هاي اللي اوت ويت او الويت سوري 0 5 سوري، وعندنا هاي كمان الويت اللي اوت ويت 0 5. شوف ايش في اجت عندنا، هاي اجت 50% هاي اجت 50%، ملاحظين اجين جنب بعض. نعمل run ونعمل orientation ونشوف هل بيظهر في البورتريت نفس اللي بيظهر في اللاندسكيب. لاحظين ان هون في البورتريت كيف لما انا بضغط Ctrl F 11 طلعت يجوا جنب بعض، لاحظين اجوا جنب بعض. ففي البورتريت بنادي XML معين وفي اللاندسكيب بنادي XML معين، الا اذا ما كناش عاملين اللاندسكيب فبنادي نفس اللي اوت اللي احنا استخدمناه. لو جينا على سايد الاكتيفيتي نفسها، في الاكتيفيتي احنا مش عاملين set content view الا للمين، set content view main. في كمان انا في الفولدر الثاني احنا ما عملنا rename لللاي اوت، خليناه بنفس الاسم. ملاحظين هون main وهون main. اذا خلينا نعمل سمري. اذا بدك تعمل الابليكيشن تاعك يدعم البورتريت واللاندسكيب فلازم تشوف انه الابليكيشن تاعك هل بيتوائم تصميم ترتيب الفيوز داخل هاي الويندو مريح لليوزر. اذا مش مريح كيف بدك تفكر بانه يكون مريح في اللاندسكيب ومريح في البورتريت؟ لازم تعمل لاندسكيب ولازم تعمل بورتريت من نفس ايش، من نفس اللاي اوت. ففي البورتريت بس بدك تكون حريص انه ما تعدل الاي ديز تاعت الفيوز، يعني مش انه هذا تعطيه الاي دي تاعته تكون يوزر نيم وهون هاي تعطيها الاي دي، بدل ما تكون اليوزر نيم تكون الباسورد، وتكون هاي مثلا ايرور او انه نوتيفيكيشن ايرور او فاليديشن، وتكون هون بالاي دي مختلفة، وانت تكون في الجافا كود مناديها ومش موجودة، وموجودة بمكان ومش موجودة بالمكان التاني. فبدك تحرص انه انت خلصت كل التصاميم في اللاي اوت البورتريت اوت، وهلا اجى بدك تعمل وجد بدك تعمل ايش سوري بدك تيجي تعمل اللاندسكيب فيرجن. فبعد ما تخلص البورتريت فيرجن بتبلش تعمل اللاندسكيب فيرجن. هلا في طريقة انه كيف تعمل كيف تحافظ على الداتا لما لما يقلب الموبايل من البورتريت لللاندسكيب ما تضيع الداتا الموجودة داخل هاي القيم او سوري هاي الصناديق. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله بنحكي لكم عنها كيف. فلحد هاي اللحظة حد عنده أي سؤال؟
حد عنده سؤال يا جماعة على البورتريت واللاندسكيب؟ ما تنسوا يا جماعة المحاضرة القادمة إن شاء الله راح يكون فيها نحكي عن الجوجل ماب. حكينا اليوم عن شغلات وما عملناها، إنه create user interface programmatically، بس كانت موجودة من ضمن الشرح اللي حكيناه عن الجاليري والإيمج سويتشر، كانت موجودة كمان في الجريد فيو. إذا بهيك بنكون مغطيينها بشكل غير مباشر. حكينا عن لاندسكيب، الأكشن بار، نوتيفيكيشن، حكينا عن الجاليري والإيمج سويتشر، حكينا عن الجريد فيو. كنا حابين نحكي عن الأوتو كومبليت تكست فيو، فما بعرف إذا حالفنا الوقت أو حالفنا الحظ بالمحاضرة القادمة وأسعفنا الوقت نحكي عنها، إذا لا فبعتذر منكم. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نحكي عن المابينج، عن جوجل ماب والبريفرنسز، وإذا كمان أسعفنا الوقت راح نحكي عن saving on file، saving in file على ال SD card أو على sorry ال internal أو ال external memory. وكمان إذا ظل معنا وقت راح نحكي عن services، وبنهاية المحاضرة راح أعطيكم البروجكت اللي راح تعملوه وتسلموه وبناء عليه راح تاخدوا الشهادات. هلا بالنسبة للابليكيشنز اللي انا عملناهم بالمحاضرات السابقة، بعثتهم لنجلة المحاضر اعتقد امبارح، احتمال امبارح، مش متذكر بالضبط، او اول امبارح. هلا ثواني بس اشوف انه ما تبعت لهم اياهم. بعتهم انا امبارح الساعة 9 بالليل، فيفترض انهم رفعوهم لكم. الدعم الفني الموجود ويا ريت تذكروا نجلة تبعت لكم الأمثلة اللي أنا أعطيتها إياهم. راح أزودكم إن شاء الله الأمثلة بتاعت اليوم. إن شاء الله المحاضرة القادمة موعدنا وبتكون هي المحاضرة الأخيرة ومسك الختام. حد عنده أي سؤال؟ البروجكت مش هلا راح احكي عنه، راح احضر لكم اياه ان شاء الله وراح نحكي عنه الاحد القادم. الله يعافيك مس امال، الله يعافيك مس شروق. حدا عنده اي سؤال؟ ايش نجاة جوجل بلاي؟ ايش يعني؟ الله يعافيك استاذ احمد، الله يجزيك، يجزيك كمان مس رشا. اها، كيف بدكم ترفعوا الابليكيشن على جوجل بلاي؟ طيب معناته خليها ببالك مس نجاة، ذكريني بالمحاضرة القادمة. اوكي، اذا لقاءنا المحاضرة القادمة، الى ذلك الحين يرضى الله ويرضى الوالدين، تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله.